خلطبيطه. ليه سميتوا الفرقه خلطبيطه؟ الحقيقه ان احنا اصلا ما كناش باند، احنا كنا انا وبيتر صحاب من زمان جدا، وانا رحت اسجل اغنيه فرح واحده صاحبتي. بيتر من زمان شغال في استوديو مهندس صوت كومبوزر وملحن وحاجات كتير، فلما انا رحت اسجل هناك اتعرفنا على بعض وكنا قاعدين، فعملنا اغنيه كده ما كناش اي كيان عموما يعني، ونزلناها على اليوتيوب ولقينا ان في فيوز والناس متحمسه تشوف اكتر، فقلنا طب ما نعمل حاجه. وبكده لما قلنا نعمل باند فطب نسميه ايه، مفيش حاجه معينه في دماغنا لانه اصلا الموضوع جاء من ولا حاجه، فقررنا انه يبقى خلطبيطه عشان نعمل كل اللي نفسنا فيه يعني. خلطبيطه من عايزين نعمل عربي، عايزين نعمل انجليش، عايزين نعمل جاز، عايزين نعمل بوب، عايزين نعمل روك، عايزين نعمل اي حاجه في دماغنا، فهي خلطبيطه. فلقينا ان الاسم مناسب لشكل الباند يعني. فالنهارده احنا هنشوف اتجاهات موسيقيه مختلفه وحاجات مختلفه جدا حقيقي.